وصلنا لولاية ويسكونسن بعد رحلة استمرت تقريبا 350 كيلومتر من إنديانا فولز إلى ديل ويسكونسن، هذا البارك اللي احنا بيه. يقع البارك في مدينة دالتون ليك، بحيرة دالتون. ولاية ويسكونسن مشهورة بطبيعتها الجميلة، تعتبر واحدة من المصايف اللي الناس تلجأ لها. ولاية ويسكونسن تقريبا متوسطة الحجم بالنسبة للمساحة والسكان، مساحتها 170 ألف كيلومتر مربع، تقريبا مساحة أو ضعف مساحة الأردن. عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة. ليك دالتون عدد السكان 2714. عاصمة الولاية ماديسون، بس أكبر مدينة بيها هي مدينة ميلواكي. تشتهر ويسكونسن بمنتجات الحليب، الأجبان، بالإضافة إلى البيرة. إذا تشوف لوحة التسجيل مع السيارات هنا مكتوب عليها ديري لاند اوف امريكا، معناها بلد الحليب في امريكا. ناتجها القومي تقريبا 340 مليار، اي ضعف الناتج القومي للعراق. جوها المعتدل بالصيف وغاباتها تجعلها احد الاماكن اللي يحب الامريكان يروحوا لها بالصيف. مصايف أول محطات رحلتنا حتكون باللوست كانيون. طبيعة ولا أجمل. منظر جميل. الرحلة تقريبا 1.5 ميل. الرحلة بالعربة والحصان.
نركب العربة والحصان ونتجول باللوست كانيون اوف ويسكونسن دالز. هاي الحصون الضخمة ما اعرف شو يسموها. Came down, buddy. And anytime we get a storm, you know, we'll have trees coming down and this will flood pretty deep. You cleaned it up. You told me to clear it up because I know it means it'll pack up the trail. Right? For sure, yeah. Do you guys have to come out here yourself? Yep. Wow. In the 1930s, if you can think of it, it's happened coming through here. Wow, we have changed. Flip the switch.